أنهت بوريس عرسها الكروي بنجاح منقطع النظير هنا وعلى منصة ملعب الفقيد العدار بالحميرة. توج الأهلي قراوة بطلا لدورة الشهداء بنسختها الرابعة، فيما اختطف رشيد القدام كأس البطولة للناشئين. نشكر الأخ معالي وزير الشباب والرياضة نواف البكري رعاية هذا الدوري، وهذه الدورة هي أول دورة ينظمها نادي شباب مريس بعد الاعتراف الرسمي بالنادي. مباراة الختام جمعت في لقاء ساخن الفائز بالبطولة الأهلي قراوة بالوصيف نهضة المدرج، والأخير سعى للحصول على اللقب لكنه خسر بهدفين نظيفين. وخلال هذا الزخم الجماهيري الكبير باسمي وباسم وزير الشباب والرياضة نايف فتحي البكري وباسم محافظ محافظة الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح، أتقدم بجزيل الشكر لشباب مريس وإدارة شباب مريس الذي نظمت هذه البطولة على هذا التنظيم الرائع وعلى هذا الزخم الجماهيري الكبير الذي قل نظيره في كل دوريات التي تقام في الجمهورية اليمنية. أسهم الجمهور وبقوة في حدة التنافس بين الفرق وأعطى الدورة حيوية ومتعة، غير أن التفاعل الزائد عن حده جعل قبول النتيجة من جمهور النهضة صعبا للغاية. تكريما وتخليدا للشهداء الكرام وتضحياتهم الذي قدموا من أجلنا، ولولاهم لما أقمنا مثل هذه الدوريات ولما نعمنا بالأمن والاستقرار. هنا وعلى أرضية هذا الملعب الترابي خاض 60 فريقا يمثلون فئتي الكبار والناشئين، لقاءات أكثر من رائعة تابعها الجمهور باستمتاع. برغم أنه دوري في منطقة ولكنه شارك فيه أكثر من 20 لاعبا من المنتخب اليمني ومن الأندية مختلفة في الدوريات في الأندية اليمنية. نجحت بطولة الشهداء ومثلما حرصت مريس على تخليد شهدائها وتكريمهم أثبتت عشقها الكبير للرياضة وكرة القدم كعشقها للحرية والكرامة. نصر المسعدي، أضواء سهيل، الضالع.